السلام عليكم ورحمة الله، صباح الفل عليكم، صباح الخيرات. النهاردة إن شاء الله حبيت أعمل الفيديو ده علشان حسيت إن هو هيبقى فيه أخبار حلوة جدا وأخبار مفرحة لناس كتير جدا. ده بالنسبة للأسعار بتاعة اللم. القسم التاني في الفيديو إن شاء الله هنتكلم ونقول على اسم الفايز بتاع الفيديو بتاع أبو حبيبة الأسبوع اللي فات. طبعا كنا بنتصور مع ابو حبيبه الاسبوع اللي فات وفاجئنا ان هو عامل لنا هديه للقناه بتاعتنا، وانا اضفت ان ان شاء الله هنجيب الفايز من التعليقات وهنتكلم ان شاء الله ونقول اشمعنى الفايز ده اللي احنا اخترناه. طيب نبدا الاول في القسم الاولاني بتاع الفيديو بتاعنا. عايزين نقول ان بالفعل اسعار طيورك زادت وطيورك بقى ليها سعر، وده طبعا متوقع لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان الطلبيات يعني مستمره كمان في الصيف، والطلبيات اللي موجوده يعني كتيره. انا لما شفت الاسبوع اللي فات قد ايه بسم الله ما شاء الله الطيور اتلمت من السوق، حسيت ان خلاص الطلبيات هتنتهي على كده، لكن من الواضح ان في كميات كبيره جدا مطلوبه من مصر بغرض التصدير. طبعا احنا عارفين ان التصدير الدولة الرائدة فيه العراق وبعد كده ليبيا. طيب هنتكلم ونقول ازاي اسلم طيوري باعلى سعر. اتواصلت مع خليل النهاردة وعرفت ان هو يعني اداني اسعار بالنسبة للسوق، اسعار مناسبة جدا وفي اسعار يعني زيادة عن ناس كتير جدا. فطبعا الغرض من الفيديو توعية الناس والناس تبقى عارفة قد ايه الطيور بتاعتنا اسعارها وصلت لفين. طيب هنتكلم ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم عن الكوكتيل اللاتيني. هيتلم ان شاء الله عند خليل ب 700 جنيه الجزء الكبير الشغال. الجزء الكبير الشغال هيتلم ب 700 جنيه سعر الجزء. طيب ده بالنسبه للجزء الكبير الشغال. طبعا في ناس بتبدا معاك لو انت هتنزل تسلم من 500 550، لو لقاك طبعا بعت فمفيش مشكلة. طبعا اي حد بيبيع بيبقى عايز يبيع باعلى سعر، واي حد بيشتري لازم يعني بيبقى في يقينه ان هو عايز يشتري باقل سعر. فده طبعا ده معروف عن البيع والشراء، الموضوع بيبقى فيه تفاوت يعني. طيب احنا قلنا ان خليل بيستلم الجزء الكبير الشغال ب 700 جنيه سعر الجوز، وبالنسبة للشبابات اللاتيني بيستلمها على 500 جنيه سعر الجوز. بالنسبة للحبشي الكبير بيستلمه خليل على 350 جنيه سعر الجوز. طبعا احنا عارفين اعلى معدلات وصل ليها في الاسعار بالنسبة للكوكتيل الحبشي 300 جنيه، لكن خليل هيستلم الكبير الشغال على 350 جنيه. بالنسبة للمصبعات الكبيرة، المصبعات العادية مش بتكلم عن الروايح، الجوز المصبع اللي هو المصبع بخد على 450 جنيه سعر الجوز الكبير الشغال. تمام، ده بالنسبة للمصبعات. طب لو حاجة بقى مرسومة، حاجة فوتيهات او حاجة بصمة، سعرها بيوصل ل 550. يعني الاسعار بتاعت المصبعات من 450 ل 550، كل ما تكون الحاجة رايقة كل ما تبقى اسعارها اعلى. بالنسبة للايزابيل الكبير خليل بيستلمه على 350 جنيه. ان شاء الله خليل هيستلم الايزابيل الكبيرة على 350 جنيه. بالنسبة للزبرة، الزبرة 85 جنيه سعر الجوز. يعني الزبرة مطلوبة بكرة ب 85 جنيه، خليل هيستلمها ان شاء الله. ده بالنسبة للزبرة. بالنسبة للروزات، الرز يعني هو كلمني وانا اسف انا ما جبتش اسعار الرز عنده، لكن برضو قال لي ان هو بياخدها باعلى سعر. ده طبعا بالنسبة للرز. وبالنسبة للوايت فيس، الوايت فيس سعر الجوز 700 جنيه. سعر جوز الرز اسف الوايت فيس الفرنساوي 700 جنيه، وبالنسبه لايزابيل الفرنساوي برضو 700 جنيه. سعر الايزابيل الفرنساوي 700 جنيه. ده بالنسبه للايزابيل والوايت فيس. طب لو هنتكلم على المصبعات الفرنساوي، المصبعات الفرنساوي او 1500 جنيه سعر الجوز. طيب احنا دلوقتي عرفنا الاسعار اللي هيستلم بيها خليل. طيب هنتكلم على مكان التواجد بتاعه. طبعا احنا عارفين واللي راح السوق عارف الحديقة المتميزة هو
قدام السور بتاع الحديقة المتميزة عند اليافطة. يعني أنا لو هسأل فين السور بتاع الحديقة المتميزة هعرف مكانه، وهسأل برضو على مكان اليافطة اللي هي واخدة ناصية من يعني من بره من عند سوق الحديقة المتميزة، هعرف أوصل إن شاء الله. رقم تليفونه إن شاء الله هنلاقيه مكتوب دلوقتي في الشاشة من تحت، ده رقم تليفون خليل اللي حابب يتواصل معاه. ده بالنسبة للجزء الأولاني بتاع خليل هيلم إيه والأسعار وصلت لفين. ده الجزء الأولاني بتاعنا. طيب هنتكلم على الفايز إن شاء الله في الفيديو بتاع أبو حبيبة. طبعا زي ما قلنا إحنا كنا بنصور مع أبو حبيبة وفاجئنا إن في فايز هيبقى معانا في الفيديو ده، وأنا الحمد لله يعني أضفت إن إن شاء الله الفايز هناخد الفايز من التعليقات بشكل عشوائي. لكن بصراحة لقيت ناس كتير جدا يعني معلقة وكان في تفاعل، وده خلاني اختار زياد رأفت. زياد رأفت علق في الفيديو 9 مرات، 9 تعليقات في الفيديو، وده اللي خلاني اختار زياد رأفت. طبعا هتتعب يا بطل معانا وهتنزل تصور معانا الفيديو ان شاء الله في السوق علشان يكون في مصداقية والناس تشوف مين اللي استلم الهدية. وزي ما قلت انا استلمته لان يعني زي ما قلت انا اخترت زياد رأفت علشان خاطر علق 9 تعليقات. اكيد انت دلوقتي متابعنا، اتواصل معانا ان شاء الله على الرقم اللي هديهولك ده، اتصل بيا النهارده ضروري علشان احدد ميعاد التصوير بكره ان شاء الله على رقم 011-4728-6716. وعايزك تجيب معاك التليفون علشان اشوف يعني اشوف الجيميل بتاعك واشوف ان انت مشترك بالفعل في القناه، عشان ان شاء الله هنسلمك الهديه وهتتصور معانا فيديو صغير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. إلى لقاء جديد وفيديو جديد، في أمان الله.